أول رد رسمي وعاجل من شيخ الأزهر على مسلسل مصري خطير ومثير للجدل بننشر التفاصيل وتحذير للمصريين الراغبين في أداء العمرة، وبيان عاجل من الحكومة للمصريين بشأن حالة الطقس بالتفاصيل، وكيف تعامل الرئيس السيسي مع محمد مرسي بعد حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وعاجل تفاصيل ارتفاع أسعار الدولار في مصر بننشر التفاصيل للجميع. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وأول رد رسمي وعاجل من شيخ الأزهر على مسلسل مصري خطير ومثير للجدل. نفى مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر ما تم نشره على السوشيال ميديا حول تعليق لشيخ الأزهر أحمد الطيب على مسلسل فاتن أمل حربي الذي أثار جدلا واسعا في الأيام الماضية. نقل موقع القاهرة 24 عن المصدر أن المشيخة لم تصدر أي بيانات في هذا الشأن على الإطلاق، كما أن شيخ الأزهر لم يصدر أي تعليقات على مسلسل فاتن أمل حربي، وشدد على أن ما تم نشره عار تماما من الصحة وليس له علاقة بالحقيقة. أشار المصدر إلى أن جميع البيانات التي تصدر عن المشيخة يتم نشرها على صفحات الأزهر الموثقة، وأضاف لا يجب علينا عدم الانسياق وراء أي أخبار يتم نشرها على السوشيال ميديا في حين أنها غير منشورة على صفحات الأزهر. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تعليقا منسوبا لشيخ الأزهر على مسلسل فاتن أمل حربي، ويقول التعليق أن شيخ الأزهر وصف المسلسل بأنه عمل يحرف معاني القرآن الكريم ويهدم ثوابت العقيدة. أثار المسلسل الذي تؤدي دور البطولة فيه الفنانة نيلي كريم جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بسبب بعض المشاهد التي يعتبرها البعض تطاولا على الدين وبعض الثوابت، ومما أثار الجدل مشهد رفضت فيه البطلة الاعتراف بسقوط الحضانة عن المرأة حال تزوجها بآخر كون ذلك غير مذكور في القرآن، وقالت أنه لا توجد آية صريحة فيه تنص على ذلك. وتعرض مسلسل فاتن أمل حربي لقضية هامة هي قضية المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها، كما تعرض لمنع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق. المصدر معانا كان من القرار 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا المسلسل مثير للجدل اللي من تأليف إبراهيم عيسى. عاوز أعرف رأيكم في هذا المسلسل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحذير للمصريين الراغبين في أداء العمرة. وناشدت غرفة شركات السياحة في مصر المواطنين الراغبين في أداء العمرة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي يروج لها بعض الوسطاء والسماسرة. أكدت غرفة شركات السياحة أن لجان وزارة السياحة التي تعمل على مدار الساعة في كافة منافذ السفر بالمطارات وبالتنسيق التام مع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات خاصة شرطة الجوازات رصدت عدد من المواطنين حاولوا السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية. بفحص جوازات وأوراق سفرهم تبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية الذي صدر مؤخرا والذي ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل في البوابة. أضافت الغرفة أن هذا قانون الغرض الأساسي منه ضمان سلامة المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة. وضحت أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر ترانزيت ببعض العواصم ثم السفر منها لأداء العمرة، مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين وعدم متابعتهم من خلال وزارة السياحة. تؤكد الغرفة أن أكثر من 200 مواطن تم إعادتهم من المطارات والمنافذ الأيام الماضية لاستكمال إجراءات السفر الصحيحة والقانونية عبر بوابة العمرة تنفيذا للقانون. أشادت الغرفة بالتعاون الوثيق بينها وبين وزارة السياحة لإنجاح منظومة العمرة وحماية حقوق المواطنين تطبيقا للقانون.
المصدر معانا كان من صحيفة أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهو تحذيرا للمصريين الراغبين في أداء العمرة، يجب عدم الانسياق وراء السمسرة والوسطاء لضمان يعني الحفاظ على الحقوق للمسافر. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الحكومة للمصريين بشأن حالة الطقس. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. قالت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيشهد اليوم نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس، وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وهذا كان يعني بيانا مهما من الأرصاد لجميع المواطنين. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وكيف تعامل الرئيس السيسي مع محمد مرسي بعد حصار مدينة الإنتاج الإعلامي. عرضت الحلقة 10 من مسلسل الاختيار 3 حديث الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع محمد مرسي بعد حصار حركة حازمون التابعة لقيادة السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامي. وعبر الرئيس السيسي في المكالمة مع مرسي عن غضبه من الحصار المفروض على المدينة. وخلال اللقاء وجه الرئيس السيسي الحديث لمرسي قائلا: إعلاميين بلدنا ما ينفعش يتروعوا بالشكل ده، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي لازم يتفضى، ما ينفعش يتحصروا ويروعوا ويتعاملوا بهذا الشكل، لازم الحصار يتفك. عرضت الحلقة 9 لقاء بين الرئيس المعزول محمد مرسي والفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث عرض مرسي على الرئيس السيسي الانضمام لجماعة الإخوان وقال: أنا بحبك في الله، مصر محظوظة بيك، ولو بقيت مع الإخوان هيفرق معانا، وهم بيقولوا عليك إخوان، خليك إخوان. فيما رد الرئيس السيسي وقال: أنا منهجي الرفق واللين والتسليم، وأنتم أدرى الناس بمنهجكم. وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 عدد من الأحداث التي شهدتها مصر أثناء تولي جماعة الإخوان الحكم، وحتى الإطاحة بها من جانب القوى الوطنية بعد بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش المصري في هذا الوقت، حيث رأت القوى الوطنية ضرورة عدم بقاء الإخوان في الحكم، وذلك بعد الأزمات التي افتعلتها الجماعة والمخططات التي دبرتها ضد مؤسسات الدولة المختلفة. مصدر معانا كم من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل ارتفاع أسعار الدولار في مصر، وننشر مع بعض التفاصيل لحضراتكم. ارتفع سعر الدولار في مصر في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، وصعد متوسط سعر الدولار في مصر وفق بيانات البنك المركزي المصري ل 18 جنيه 28 قرش للشراء و 18 جنيه 41 قرش للبيع. وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي زاد سعر الدولار إلى نحو 18 جنيه 3 قروش للشراء و 18 جنيه 38 قرش للبيع. وتكرر نفس السعر في بنك مصر الحكومي، كما ارتفع سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر ل 18 جنيه و 30 قرش للشراء و 18 جنيه و 40 قرش للبيع. تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي وفقا لموقع البنك المركزي المصري إلى مستوى 19 جنيه 88 قرش للشراء و 20 جنيه و 3 قروش للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر إلى نحو 19 جنيه 83 قرش للشراء و 20 جنيه 1 قرش للبيع. وتكرر نفس السعر في بنك مصر الحكومي. في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر هبط سعر اليورو إلى نحو 19 جنيه 83 قرش للشراء و 20 جنيه و 3 قروش للبيع. وتراجع أيضا متوسط سعر الجنيه الاسترليني في السوق المصرفي حسب البنك المركزي المصري إلى متوسط 23 جنيه 82 قرش للشراء و 24 جنيه 1 قرش للبيع. وسجل سعر الريال السعودي حسب موقع البنك المركزي المصري 4 جنيه 87 قرش للشراء و 4 جنيه 91 قرش للبيع.
في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر، ارتفع سعر الريال السعودي إلى نحو 4 جنيه 87 قرش للشراء و4 جنيه و90 قرش للبيع. المصدر معانا كان من صحيفة العين الإخبارية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.